صحية. تاخدني أنا؟ تاخدني مع الكلب ده؟ بتخوني ليه يا بعيدة؟ بتخوني ليه؟ طلعت فينا يا بنت الكلب، طمعتيني وعشمتيني، طلعت رخيصة وما فيكش قال، بس أنا ربنا عوضني بوحدة طول عمرها ما تخوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة خيانة جلجل في 2 اخوات، ومفاجأة عن الحلقة الاخيرة، بجد هتتصدموا. كمان هنشوف ليه الاميرة فيروز كانت غضبانة جدا، والسبب هو مستر احمد. وهنعرف مرض بيبي مكة وعملت ايه عند الدكتور. وهتعرفوا معانا صالح ابن الاسطورة حصل له ايه، بجد هتزعلوا عليه قوي. كمان هتتفاجئوا من سندريلا غزل وعاوزة تقلد فيروز في لبس القصير، ورد فعل غير متوقع من ايه احلى. واخيرا تيك توك العيلة وكليب اسلوبي زي ما هو لأمنية ومحمود الجمل وسندريلا غزل. فيديو اليوم حلو قوي وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بسندريلا غزل وازاي طلبت تلبس لبس قصير من ايه احلى. والحقيقة كلنا اتفاجئنا امبارح بفلوج ايه احلى وهم رايحين يجيبوا لبس الكريسماس. غزل عجبها تي شيرت بس البطن كانت باينة، وطلبت من ايه احلى انها تاخده، بس كان رد فعلها انها تجاهلت كلام غزل لانها رافضة الموضوع ده تماما. غزولة زعلت شوية او بمعنى اصح كشرت وبوزت في وشها. الاثنين حلوين ده، عشان بابا نويل شكله احسن. ايه طب عايزه بينك بيبين البطن. يا سلام. ايه بيزك. قالوا بقى للخبر الحزين عن صالح ابن الاسطوره. والحقيقه اتفاجئنا بخبر زعلنا كلنا على صالح ابن محمود. واللي حصل له يا جماعه ان باب العربيه اتقفل على صباعه، حصل له شرخ بسيط فيه، بس الحمد لله ربنا ستر وجات على قد كده. من ايه يا حبيبي يا ابني؟ الباب متقفل عليه ولا ايه؟ قول العربية اتقفل عليه. قول والله؟ يا ريتك ما اخدته يا شيخ. حبيبي يا ابني. العيلة زعلت جدا على صالح، واولهم الاسطورة كان زعلان جدا عليه بس بيداري زعله بالضحك. ربنا يشفيك يا صالح وما نشوفش فيك اي حاجة وحشة. عاوزين كل الفانز يدعو لصالح ربنا يشفيه. ودلوقتي تعالوا نروح للأميرة فيروز وليه كانت غضبانة جدا وزعلانة. والحقيقة مستر أحمد شاركنا بفلوج أخيرا لخروجه في اسكندرية لعيلته جلجل وبناته، وطبعا خرجوا في جليم باي عشان يتغدوا هناك وكمان البنات يلعبوا شوية. بجد يا جماعة كان شكل البحر يخوف جدا لأن الموج كان عالي، وده كان أول الشتاء. أحلى حاجة هي أصولة كانت زي القمر، وقالوا إنها كانت تعبانة شوية طبعا بسبب البرد. ألف سلامة عليكي أحلى أصالة في الدنيا. هنرجع لكم دلوقتي للأميرة فيروز. في نهاية اليوم راحوا عشان يلعبوا عجل في المنتزه، وفيروز كانت عاوزة تاخد العجلة بتاعتها بس حودة رفض وقال إن هناك المنتزه خطر عليها. حودة زعلت جدا وكمان عصبت من مستر احمد وحودة. ازاي تقف؟ ولا ما ينفعش؟ لا عايزة اقولك على حاجة بس مش عايزة. طبعا يا جماعة هي ما عيطتش من الموقف ده، لكن يا روحي جت قطة بتجري وخضتها جامد، عشان كده روزة انهارت من العياط. فكرة يا جماعة، فيروز بعد كده في المرات التانية خدت العجلة معاها وكانت بتلعب بيها. تعالوا بقى لبيبي مكة وتعبانة عندها ايه. والحقيقة العيلة كلها كانت عند دكتور السنان، ومكة كانت بتعالج سنانها. برنس وقال انها عندها 3 ضروس مسوسين ومش عارفة تاكل عليها بسببها. والأميرة فيروز كمان كانت بتعالج سنانها، وده السبب اللي خلى الدكتور يقول للأميرة فيروز اخرجي برا عشان ما تخافش منه. مكة
عاوزين كل الفانز يقول للأميرة فيروز وكوكي ألف سلامة عليكو. ودلوقتي تعالوا نروح لجولجول في اتنين اخوات وايه يا جماعة اللي هي بتعمله ده. واخيرا حقيقة يا احلى وامنية هيرجع. جولجول قعدت 8 سنين مع محمود وكانت بتكرهه في مراته وبنته عشان تاخد كل ما يملك املاك محمود جوزي ندى ما طلعتش بس خاينة، لا كمان كانت بجحة جدا ومش هاممها محمود جوزها. كلكم شفتوا محمود كان واقف ورا الستارة عشان يعرف حقيقة جولجول مراته. طبعا فانز كتير اتوقعوا ان دي الحلقة الاخيرة، لكن لسه يا جماعة مش الاخيرة، بس النهاية قربت جدا. ونحب نطمنكوا ان اية احلى وامنية حقها هيرجع. مين فرحان زينا في محمود عشان ظلم اية مراته وبنته امنية، وكل اللي هيحصل بعد كده هيكون بسبب الظلم ده. محمود عليا يا رب وترجع لي بنتي امنية يا رب. خلاص بقى يا رب خلاص بعتيش بقى خلاص. اتوقعوا معانا نهاية مسلسل اتنين اخوات هتكون ايه؟ يا ترى محمود هينتقم من جولجول ولا هيحصل ايه؟ تعالوا بقى لملخص الزوجة الرابعة. بجد ضحكنا جدا على الحلقة اللي فاتت والحلقة النهاردة. عرفنا اخيرا ان الدكتور ده يا عيني ضحية ام سندس وجوزته واحدة كانت محبوسة، خليته زي ما انتوا شايفين كده. مين ضحك زينا على عصبية حجوجة مع الدكتور؟ يقول لنا في الكومنتات. المهم ان مراتات الحج لما عرفوا انه من ريحة ام سندس ضربوه عليه تموت، وجولجول اندمجت جدا في الدور لدرجة انها ضربت حوضة بالكرسي على دماغه. اتوقع احنا وكل الفانز ان ده يكون حلم وحجوجة ما يكونش اتجوز كل مراتاته دول، وهيختار انه ما يتجوزش خالص ولا يجيب مرات اب لبناته. وفي النهاية نحب نقول للأسطورة مبروك على الكل. كده وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو قولولنا جولجول كانت متجوزة محمود في اتنين اخوات كام سنة؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، احبكم جدا، مع السلامة.